دكتور محمد ناجح العائد من مدينة ووهان، هو حاليا في الحجر الطبي بمطروح. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. محمد نجاح. محمد نجاح، أهلا بحضرتك، إزيك عامل إيه؟ أهلا بحضرتك يا فندم. طمني عليكم وعلى كل المصريين الموجودين بقى اللي رجعوا من مدينة ووهان، وقول لي يعني دلوقتي عاملين إيه، ظروفكم الصحية حاسين بإيه، أما كنتوا هناك كانت الدنيا إيه؟ والله احنا اولا يعني الحمد لله كلنا بصحه جيده، والحمد الحمد لله لله. بعد التحاليل اللي تمت بعد مرور 4 ايام في الحجر الصحي، بفضل الله حتى الان لم تظهر اي اعراض على اي حد فينا. طب الحمد لله. احنا الحمد لله ان كنا فعليا في مصر في حجر صحي من 3 ايام، الا اننا فعليا وعلى ارض الواقع احنا في حجر صحي تقريبا من يوم 23/1 شهر يناير. من يوم ما اعلنوا الحجر الصحي على مدينه وهان احنا عزلنا نفسنا تماما كمصريين. كويس والله. وحتى عمليه الاجلاء اللي تمت طبعا من خلال حضرتك برضه بنشكر السفاره، بصراحه عملت مجهود جبار على ارض الواقع طبعا هناك. يعني اكيد كانت يعني استقبلتوا اللفته الانسانيه دي بان هم يعني يتم التعامل معاكم بهذا الشكل الراقي، اكيد كانت ليها وقع يعني ايجابي جدا عليكم. جدا يعني خاصة دكتور محمد البدري والفريق اللي معاه عملوا مجهود جبار جدا، وكان حتى فكرة التخطيط ان الناس اللي يتم اجلاها تمت بحرفية شديدة. عشان كده انا بقول وباكد ان احنا مش في حجر صحي من 3 ايام بس، احنا في حجر صحي اكثر من 15 يوم، يعني حتى يومنا هذا لو حسبنا من يوم 23/1 واحنا دلوقتي في 7 او 8/1، فاحنا عدينا يعني بفضل الله. فاحنا بس فكرة ان احنا في الحجر الصحي في مصر فده زيادة تأكيد للتأكد من سلامتكم يعني. ونطمن اهالينا، يعني احنا كمان حابين نطمن اهالينا احنا والله بخير واحنا جايين سلام تماما جدا. وكان شرطنا وانا والله حبيت ان انا برضو حضرتك تقول ده عشان تطمن كل حبايبك وكل اهلك وكل الناس اللي هم يعني عايزين يطمنوا عليكم. فاحنا او من خلال حضرتك بنأكد ده ان احنا خارجين من الصين بفتره الحضانه منتهيه، يعني فتره الحضانه الحمد لله. الحمد لله. هي 10 ايام عشان نكون مطمنين، فبنقول 14 يوم الناس كلها يعني 14 يوم ده الماكسيمم بتاع فتره الحضانه. فاحنا كلنا الحمد لله كنا خارجين مطمنين، بعد كمان يمكن يعني كتبنا وشيرنا على الفيس عشان نطمن اهالينا في مصر عشان يبقى في زياده تاكد، يعني الفتره اللي جايه دي زياده تاكد. بالظبط. وكمان بنشكر الطاقم الطبي الصراحه يعني ووزاره الصحه بصفه عامه كمان، يعني هم عملوا لنا هنا تحاليل في الحجر الصحي بمجرد وصلنا. اخذوا منا عينات دم وكشفوا علينا وخدوا عينات الدم، هيعملوا لها 4 تحاليل CBC او صوره دم كامله، هيعملوا وظائف كبد وظائف كلى وهيشوفوا عدد كرات الدم الحمراء. طب الحمد لله، يعني ان شاء الله تعملوا تشيك اب وتطمنوا على نفسكم تماما يعني. هي بالفعل هيبقى كمان تشيك اب بصفه عامه، فاحنا الحمد لله باكد من خلال حضرتك احنا الحمد لله كلنا بلا استثناء اطفال الحمد لله. رجال شباب سيدات كلنا بلا استثناء بفضل الله بصحه جيده تماما، نتمتع بصحه جيده، لم يظهر حتى الان اي اعراض. وحتى من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بتتم بالحجر الصحي هو تسجيل درجه الحراره صباحا ومساء، يعني الصبح الساعه 9 بيجي ياخدوا درجه الحراره ويقيسوها ويسجلوا الاسم ويسجلوا درجه الحراره. احنا بقى لنا 4 ايام على هذا الوضع، ويجي بالليل بعد العشاء مثلا في حدود الساعه 9 بالليل او 8 بالليل يقيس ثاني درجه الحراره عشان يتاكد حتى على مدار اليوم هل في تغيير في درجه الحراره ولا لا. كويس جدا، كويس جدا. فالحمد لله يعني مجهود يشكر وحاجات يعني مش عارفين نقول احنا بنشكر والله فعلا يعني والله فعلا مجهود يشكر، والتعامل برضو ان هم يتعاملوا معاكم هم اكيد يعني في تاكد صحيح ان انتم ان شاء الله بفضل الله هتكونوا ما فيش اي حد مصاب باي حاجه، ولكن برضو اللي بيتعاملوا معاكم دول ابطال برضو ان هم بيكونوا حقيقي حقيقي. يعني اكيد ان هو برضو بيتعامل معاك وهو عنده ولو شك ولو 0.5% ان ممكن يكون في حاجه، فان هو برضو بيتعامل معاك ان شاء الله برضو ربنا يسلمكم ويسلم كل المتعاملين معاكم بكل خير. كل الناس اتفضل. احنا برضو بناكد ان احنا حتى واحنا داخل الحجر الصحي واحنا متاكدين ان احنا بفضل الله سلام ومعافين تماما، برضو ملتزمين بالتعليمات اللي احنا بناخدها بالحجر الصحي، وان احنا ممنوع تماما حد يخرج، وان حد خرج من باب الاوضه او يتمشى في الشمس لان طبعا المكان واسع جدا والشمس يعني دي نعمه. المعروف ان حتى لو وجد فيروس موجود كارير على هدوم على لبس على شنط او حاجه وجودها في الشمس
4 ايام او 5 ايام في الشمس كافي انه يقتضوا. انا لسه كنت بتكلم مع دكتور وجدي في كده ان انتوا يعني انا قرات ان من برضو من الحاجات المهمه اللي انتوا في الرولز بتاعتكم اليوميه ان انتوا برضو بتقعدوا في الشمس، ودي حاجه كويسه جدا. صحيح صحيح طبعا، بس برضو يعني بدون اختلاط، يعني احنا لو قعدنا في الشمس فبنقعد كل واحد لابس سيمنته، لابس الماسك بتاعه، بيتعامل بحدود، ما فيش تجمعات لاعداد كبيره برضو عشان نحافظ على الاثر، وبنحاول ان احنا نلتزم التعليمات. ما فيش حد فينا بيخرج بره، لاني سمعت اشاعات ان احنا بنخرج بره وبنتمشى يعني بره حتى الحجر الصحي، فبناكد عشان الناس اهالينا في مطروح لان انا بتجي لي كميه رسائل من زمايلنا في مطروح واهالينا، انتوا بتخرجوا، انتوا طب انتوا في كذا، طب انتوا كذا، وقلقانين جدا. فاحنا بنطمنهم والله احنا كلنا جايين دولان معافين تماما. وفي الحجر الصحي احنا ما بنختلطش بحد ولا حتى العمال معانا، العمال يعني بنشكرهم، هم فعلا الجنود المجهوله في الموضوع ده. صحيح. فريق التمريض لان هم اكثر ناس بيحصل ليهم كونتاكت معانا احنا، الناس دي ما حسستناش للحظه ان احنا في نشيد، بالعكس بيتعاملوا معانا طبيعي جدا جدا جدا. الفريق اللي قايم على حمايتنا من سواء الامن او مساعد وزير الصحه الدكتور احمد السبكي او الناس دي، لا يعني فعلا قمه في الاحترام، قمه في التعامل. ربنا يبارك لهم ويكرمهم فيكم جميعا بالضبط. والله ويعني ويسلمكم يا رب. قولي برضو دكتور محمد، انت تعرف في مصريين لسه موجودين في مدينه ووهان ولا كلكم رجعتوا؟ والله يا فندم على حد علمي احنا في مدينه ووهان على حسب حصر السفاره كنا تقريبا في حدود 345 350 مثلا. اللي رجع بالتحديد هم 302. يعني في جزء صغير لسه موجود. موجود في حدود 39 او ال 40 او اقل او ازيد، رقم بسيط يعني في الحدود الرقم ده. ربنا يسلمهم يا رب، ربنا يسلمهم. امين امين يا رب، ربنا يسلمهم. حتى احنا ما زلنا على تواصل مع بعضهم، وهم على تواصل مع السفير، والسفير بيحاول ان هم يطمنهم لو في حد برضه بيفكر ان هو يرجع، سواء من مدينه ووهان بالتحديد، لان زي ما حضرتك عارفه هي مركز، هي بؤره الفيروس. بالظبط، هي بؤره الفيروس. او على مستوى الصين، لسه كنت بكلم حد من زمايلنا في بكين ان برضه هم على تواصل مع الدكتور محمد البدري، وبيقول لهم ان شاء الله في اقرب فرصه الناس اللي هترجع. موضوع الرجوع مش سهل، يعني احنا عانينا فعلا عشان نرجع وعشان ناخد فرصه، كانت فرصه كان لازم الناس تاخد قرار فيها. صحيح. فنتمنى يا رب ان اخواتنا وزمايلنا واهالينا اللي موجودين لسه في الصين ان هم ربنا يعافيهم يا رب. ربنا يعافيهم ويسلمهم ويرجعوا لبلادهم سالمين غانمين يا رب. وانا بشكرك جدا، ويعني ربنا يسلمكم من كل سوء يا رب ان شاء الله، يعني ربنا يعني يطمن عليكم بعد نهايه الاسبوعين باذن الله تعالى. بشكرك جدا، بشكر دكتور محمد نجاح العائد من مدينه ووهان، يعني ربنا يسلم الجميع.